إيراني مثل كل الوطنيين في الجزائر، عاشوا ألم كفاح الإرهاب الهرمي في العزلة العالمية التامة، ليس فقط من الخصوم بل من الأصدقاء والأشقاء. نعم إخواني، كذلك العديد من أبناء التجمع ومن مؤسسين مؤسسين هذا مع المعرفة في عود قرب الشاقة في دير الخوفة، فوضاويين غنوهم فوضاويين 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 فوضاويين. قلت إخواني هذا من الحلفاء